وحول هذا الموضوع أكد السيد فائق حجازين مدير عام وكالة الأنباء الأردنية خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد أن جهود مملكة البحرين تعزز من القيم الإنسانية وترسخها من خلال المحبة والتضامن والتكافل، وتصب هذه الجهود العربية والدولية للدعوة للعيش المشترك وحمل الرسائل الدينية. حدث مهم جدا إنسانيا وقيميا. اليوم الرسالات السماوية هي تحث على القيم وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، المحبة، التكافل، التضامن، التعاضد، التسامح، قبول الآخر. هذه منصة مهمة جدا لتعزيز هذه القيم، والجهود التي تقوم فيها البحرين جهود ممتازة في هذا الجانب، وهي تصب أيضا في جهود عربية وجهود دولية تدعو إلى العيش المشترك وحمل الرسائل الدينية وعكسها على القيم التي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى كبشرية.